Excellencies, distinguished guests, allow me to address you in Arabic due to our issues related to our Egyptian identity. من يومين كنت في المنتدى العلمي الدولي للتعليم العالي والبحث العلمي واللي شرفوا بالحضور فخامة السيد الرئيس واحنا كوزراء كنا مع فخامته أثناء تجوله في المعرض قبل بدء فعاليات هذا المنتدى. اتفرجنا على نماذج لجامعات أهلية وخاصة وتوقفنا عند المكان أو البوث الخاص بالجامعة البريطانية وكنت سعيدة جداً إن أرى دكتور محمد لطفي واقف قدام فخامة الرئيس وهو فخامة الرئيس بيسمع عن ما قامت به الجامعة البريطانية من تطور ومن جهد ومن مشاركة حتى في كل المبادرات الرئاسية زي حياة كريمة. المشهد ده بالذات استوقفني أولاً طبعاً لمعزة الجامعة البريطانية ودكتور محمد فريد خميس الله يرحمه واللي أنا متأكدة إن روحه معنا النهاردة في هذا اليوم الخاص. إنما غير المعزة وغير المحبة للجامعة البريطانية استوقفني مشهد الجمهورية الجديدة، المشهد اللي فيه فخامة الرئيس أمامه مصري في الخارج قرر العودة مرة أخرى إلى مصر عشان يتولى رئاسة الجامعة البريطانية. زمان كنا بنتكلم يعني هم المصريين في الخارج هل ليهم هذا الشغف؟ هل ليهم هذا الولاء؟ هل ليهم هذا الانتماء؟ بروفيسور مجدي يعقوب لما رجع من انجلترا وقرر ان هو يدي من خبرته الطبية العالمية لبلده ما بخلش على مصر بيها وده ادانا إشارة كبيرة جدا بروفيسور مجدي يعقوب ادى إشارة إنه لا إحنا سافرنا وهاجرنا الدولة مش ضد المصريين في الخارج اللي هاجروا واللي يقرروا إن هم يعيشوا برا ده حق إنساني ولكن روح مصر جواهم في الوقت اللي هو بيشعر إنه ده الوقت إن يجي ويرجع علشان يدي لبلده من خبرته يبقى هو ده وقته هو اللي عارف كويس جدا إن ده التوقيت المناسب إنما بيرجع وزمان كنا بنسمع عن القوى الطاردة اللي بتطرد المصريين إذا كانوا عاوزين يرجعوا يدوا من خبرتهم أنت جاي تاخد مكاني أنت جاي عشان تنافسني إحنا بنعرف أحسن كل الكلام ده تم نسفه لأن إحنا أمام زي ما قلت لحضراتكم جمهورية جديدة بترحب بأبناء الوطن في الخارج إن هم يرجعوا وإن هم يدوا من خبرتهم فمشهد دكتور محمد لطفي أمام سيادة الرئيس كان مشهد بالنسبة لي أنا كوزيرة للهجرة وللمصريين في الخارج مشهد تأثرت بيه تأثر بالغ وعرفت إن إحنا مش بس هو هاشتاج على التلفزيون الجمهورية الجديدة ولكن إحنا فعلاً بنعيش الجمهورية الجديدة وبنشوفها قدام عينينا سعيدة جداً إن أنا شفت نائل قاعد في آخر الصف بينظر إلى والده وهو داخل القاعة والفخر والعزة اللي شفتهم في عينين نائل وريتني إزاي إنه أبناء الجيل الثاني والثالث في الخارج أيضاً بيؤمنوا إنه لما بيجي الوقت أيوة والدي ينزل ويتولى رئاسة الجامعة وأنا ممكن أحصله وممكن لأ بس أنا بحب بلدي وأنا عارف كويس جداً إنه الوقت ده هو وقت مصر اللي كل المصريين في الخارج عايزين يساعدوا بلدهم والزوجة الزوجة اللي أنا متشرفة إن أنا أقعد جنبها أستاذة هبة
سعيدة بقى بحاجة تانية خالص والسفير البريطاني Your Excellency, you just mentioned that Alexandrians are different. They are. دكتور محمد بلدياتي اسكندراني أصيل وهبة اسكندرانية أصيلة فكمان بيزداد فخري إن ولاد بلدياتي ولاد مدينتي الأسكندرية سيادة المحافظ قاعد وبحيي حضرتك ازاي لا احنا مع يعني طبعا احترامنا الشديد لكل محافظات مصر بس في نعره كده قوميه لازم الواحد يتكلم عليها هبه زوجة الدكتور محمد لطفي اللي وقفت جنب زوجها مش بس في الغربه انما في قراره في العوده ما تفتكروش انه ده قرار بيبقى سهل ده قرار فيه مليء من الحسابات ومليء بالقرارات انما انا متاكده انه هذا القرار مع زوجته الفاضله هما الاثنين قرروا ان هما ييجوا مره ثانيه ويدي من هذه الخبره اللي شفناها وكل الكوتس اللي احنا شفناها لبلده. والجامعه البريطانيه محظوظه بكل الحقيقه يعني رؤسائها السابقين ومجلس ادارتها هيئه التدريس الطلبه زي ما عمرو كان بيكلم الحقيقة الجامعة بتكبر يوم عن يوم والجامعة في تطورها أنا بشوف فيه الكثير من الجهود ومتأكدة أنه برئاسة الدكتور محمد لطفي لهذه الجامعة وبالتعاون مع أمينة وفريدة بالتأكيد هيكون في نقلة أخرى نوعية مع احترامنا لكل الرؤساء السابقين اللي تولوا قيادة هذه الجامعة إنما دايما بقول هنا مصنع التعليم وهنا اللي بنشوف الطلبة والطالبات إزاي بيقدروا إن هم يتمكنوا من المادة بتاعتهم عشان وراهم أساتذة أفاضل يقدروا إن هم يوريهم الطريق ده ويقدروا بعد كده إن هم يتولوا قيادة الدولة كل الأجيال اللي طالعة من عندنا هي إحنا بنشتغلهم يعني بنعدلهم الطريق عشان في يوم من ذات الأيام هم اللي هيقودوا الدولة المصرية خلوني وبعد إذن حضراتكم طبعاً إن أنا أتمنى لدكتور محمد كل التفوق والنجاح وسعيدة إنه مصري في الخارج رجع مرة أخرى إلى الجامعة البريطانية عشان يقدر إنه هو يقودها ويطلع لنا أجيال جديدة كلنا الحقيقة نحتفي بها ونفخر أيضاً بها ورايا وزيري قاعد الوزير عمرو موسى ولسه أنا يعني كنت التقيت معاه في إيفنت وفعلاً إحنا ولاد الخارجية كنا بندخل الخارجية وندخل امتحانات الخارجية عشان نبقى بس مع عمرو موسى فقدوة كبيرة جداً وأيقونة كبيرة جداً لوزارة الخارجية المصرية ولكل الدبلوماسيين تحية خاصة لمعالي الوزير إلى جانبه أستاذي الفاضل اللي ما أقدرش أسيب الحقيقة خشبة المسرح من غير ما أحييه أيضاً دكتور مصطفى الفقي في أعتاب دخولنا وزارة الخارجية كنا بندخل المعهد الدبلوماسي المعهد الدبلوماسي هو يعني عايز أقول الفترة الانتقالية مننا إحنا كيعني شباب بيلتحق بالعمل الدبلوماسي نقعد في هذا المعهد الدبلوماسي عام إلى حين تعييننا الحقيقي في وزارة الخارجية يعني أنا كنت محظوظة ومتشرفة أنه في عام 93 سنة التحاقي بوزارة الخارجية كان دكتور مصطفى الفقي هو رئيس المعهد الدبلوماسي قضيت معاه أنا ودفعتي العزيزة دفعة 25 في وزارة الخارجية أسعد سنة هو اللي ورانا ماذا أو من يكون الدبلوماسي وإزاي إنه هو يشتغل في وزارة الخارجية تحية وتقدير لحضرتك القاعة مليئة بالقامات الكبيرة والرفيعة أنا يعني متشرفة أن أنا موجودة النهاردة بين حضراتكم ولكل واحد ولكل واحدة موجودة أنا يعني بقدم كل التحية والتقدير ومرة أخرى يا دكتور محمد أنا سعيدة جداً
كبيرة للهجرة وكمواطنة مصرية وكإسكندرانية أصيلة بوجود حضرتك النهاردة. شكرا جزيلا.